تليفون مهم جدا عشان نعرف برضو تفاصيل اكتر من الاجتماع. دكتور جمال محمد علي، طبعا نائب رئيس المجلس المؤقت اللي هيدير اتحاد الكره لمده سنه لغايه اولمبياد طوكيو من العام القادم. دكتور جمال، برحب بحضرتك وفي ضيافه الاستاذ محمد صادق مدير تحرير اخبار الرياضه. طبعا كابتن محمد صالح، علم من الاعلام اللي انا بحتفظ بيهم شخصيا يعني، وبرحب بحضرتك وبشكرك على المداخله. اهلا بك يا دكتور جمال. دكتور، طبعا يعني بنتمنى لكم التوفيق، يعني انا عايز اقول لك مبروك، بس في نفس الوقت بنتمنى لك التوفيق، لان المرحله القادمه مرحله صعبه. المهام اللي هتبقى مكلفين بيها الفتره الجايه مهام جسيمه محتاجه شغل كبير جدا، لكن عايز اعرف الرؤيه اللي عند المجلس بعد اول اجتماع النهارده مع مندوب الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي اللي كان موجود معاكم النهارده عشان خارطه الطريق خلال الفتره القادمه. هو طبعا انا بشكر حضرتك، وفعلا هي المهام صعبه، لكن احنا مصريين وانت عارف المصريين طبعا ما فيش حاجه تقف قدامهم، ان شاء الله كل حاجه. الو دكتور جمال، سامعينك. سامعين حضرتك، كل الامور ان شاء الله هتكون على ما يرام، وان شاء الله هنقدر المهام المكلفين بيها في خلال هذا العام ان شاء الله ننجزها على اكمل وجه ان شاء الله. طبعا ده مش هيتم الا من خلال العمل الجماعي، ومن خلال العمل الجماعي من اللجنه مع الجمعيه العموميه مع العاملين بالاتحاد مع الاعلام مع الخبراء اللي موجودين. لابد ان احنا نتكاتف جميعا عشان نقدر نعدي الفتره الحرجه اللي مرت بها كره القدم المصريه في الفتره السابقه. يمكن عايز اوضح بس بعض الامور لحضرتك. الاجتماع هو ما كانش النهارده، الاجتماع كان امبارح بالليل. كان الساعه 7 امبارح بالليل. يمكن مندوب الفيفا وصل القاهره بالنهار امبارح وطلب الاجتماع في نفس اليوم عشان سافر في نفس اليوم لمهمه اخرى موكل بيها من الاتحاد الدولي، فكان جه مخصوص. حضرتك سلمنا الخطابات اللي هي قرار التكليف من الاتحاد، وقال انه الاتحاد الدولي طبعا سبورت لل اللجنه اللي طالعه بقرار من الفيفا، وان هو في حاجات محرضه رسميا في خطاب رقم واحد اللي هو ازاي نعمل اللائحه، ونعمل اللائحه في ضوء لوائح الفيفا بحيث كل بند وكل جزء احنا بننتهي منه ممكن نبعثه للفيفا بحيث الفيفا بتراجع البنود هل موفقه للائحه الاتحاد الدولي او مش موفقه للائحه الدولي. وبعد كده حضرتك الجانب الثاني، طبعا اللائحه دي هي اللي في ضوءها ان شاء الله هتتم الانتخابات للاتحاد المصري في القادم. تمام. برضو كل الاستحقاقات اللي هي مفترض تتم بشكل سريع، وفي استحقاقات هتتم بشكل طويل الامد نسبيا. اللائحه طبعا هتاخد وقت، يعني اللائحه تاخد وقت، لكن لان احنا لازم ناخد براي الحكماء والخبراء وخبراء في القانون الجنائي وخبراء في الاستثمار، وناخد راي اهل الخبره الجمعيه نفسها الجمعيه العموميه وكل الامور دي لابد انها تتوضع في الاطار. وبعدين احنا عندنا كمان الدستور المصري والماده 84، وعندنا القانون الرياضه، وعندنا قانون العقوبات، وعندنا قانون الاستثمار. كل باب من الابواب دي محتاجه فعلا يتعمل بناحيه علميه وبذكاء شديد عشان ما نحطش ماده ولا نحط بند يخالف اي ميثاق من المواثيق الدوليه ولا القوانين المحليه، وبيبقى دايما المعيار الاساسي اللي هو اللائحه بتاعه الاتحاد الدولي لكره القدم اللي هي الفيفا. دول استحقاقين مهمين جدا. طيب الاستحقاق اللي هو سريع الاجل واللي احنا محتاجينه دلوقتي اللي هو الجهاز الفني للمنتخب القومي، طبعا في اجتهادات بتتقال وكل الناس الاسماء اللي بتعرض اسماء محترمه، ولكن اللي بقول لحضرتك بالفعل احنا ما جلسناش وما عرضناش اي اسماء ولا حد كلمنا في اي اسماء، لكن احنا بنقرا على مواقع التواصل الاجتماعي زينا زي اي حد الاسماء المحترمه المطروحه، ودي ان شاء الله هتكون على ترابيزه الاجتماعات ان شاء الله. طيب دي فيها جزئيه المسابقات، بس في جزئيه صغيره يا دكتور جمال في الموضوع ده قبل ما ننتقل لباقي التفاصيل. هل المجلس هيعين مدير فني للاتحاد، والمدير الفني للاتحاد هو اللي هيختار مدير فني المنتخب، ولا المجلس المؤقت هو اللي هيختار المدير الفني للمنتخب بشكل مباشر؟ شوف اقول لحضرتك على حاجه، طبعا المجلس الاداره لما هيجتمع احنا هنحط رؤيتنا المستقبليه في الجهاز الفني. كون ان هو يجي المدير الفني ويجيب يشكل الجهاز ولا المجلس الاداره، احنا ما درسناش الجزئيه دي نهائيا. ولكن انا شخصيا هتكلم بصفتي الشخصيه كاكاديمي وفي نفس الوقت درست فرق لغايه المنتخب ناشئين،
في معايير، في معايير لابد ان يتم اختيار المدير الفني، لان ده بيبقى مدير فني لمنتخب مصر. يعني عارف حضرتك مدير فني لمنتخب مصر يعني قيمه لا تعلوها قيمه في افريقيا. فعشان كده لازم المدير الفني رقم واحد حضرتك لابد ان السيره الذاتيه بتاعته تتضمن مثلا الخبرات السابقه. طب الخبرات السابقه كمان تتضمن انجازات، لانه في بعض الخبرات السابقه ولكن ما فيهاش انجازات. طب الخبره السابقه، طب الانجازات، الشهادات العلميه ومدى تطويره من نفسه على طول بصفه مستمره، سماته الشخصيه وقدرته على الحاجات اللي انا هقولها دي مهمه جدا، لان دلوقتي بتتعامل مع منتخب فيه نجوم عالميين، فلازم سمته وقدرته على القياده، قدرته على اداره الازمات، على اداره الصراعات، على اداره الوقت. القدرة عالية جدا على الضغط الانفعالي، لانك انت بتتعرض لضغوط شديدة جدا من الجماهير العاشقة لكرة القدم ومن الاعلام المصري تأديد التأثير، فلابد ان يكون عندك قدرة على تحمل الضغوط، لابد ان يكون عندك قدرة على العلاقات الانسانية الحسنة، ازاي تقدر تجمع الناس كلها حوالين المنتخب. تمام. سواء اللعيبة ولا الحاجات دي كلها سمات لابد انها توضع قدامنا كمعايير اساسية مين اللي عنده سمات. والكمال لله سبحانه وتعالى، يعني الكمال لله سبحانه وتعالى، ولكن دايما الانسان بينشد المثاليه في معدل زمني على مين اللي يتناسب، سواء في المدير الفني او من يعمل مع المدير الفني. طيب في معدل زمني لاختيار المدير الفني للمنتخب، يعني كذا اجتماع ولا لازم خلال اسبوع بالكثير؟ لا لا لا، ما فيش معدل زمني بالنسبه لنا، لانه في بعض الناس قالت انه في استحقاقات قريبه وفي ماتشات قريبه. لا احنا ما عندناش استحقاقات قريبه لحضرتك، احنا اول ارتباط رسمي، انت عارف اول ارتباط رسمي في اول مباراه رسميه هتبقى عندنا في شهر مارس اللي هي تصفيات كاس العالم. وعندنا ارتباط بتاع الفيفا دي، لكن ممكن احنا عندنا يمكن النهارده كان في محادثه بينه وبين كابتن شوقي غريب طويله جدا عن الاجنده بتاعه كابتن شوقي غريب والخريطه بتاعه البلان بتاعه اللي حاطه، هل هي ماشيه في الصحيحه؟ طب ايه اللي محتاج مننا اي حاجه بحيث ان انا اتكلم مع الاستاذ عمرو الجلايمي فيها؟ لقيت انه الكابتن شوقي فعلا مجهز اجندته ماشيه بشكل كويس جدا، وفي شهر 9 عندنا اللقاءين الماتشين مع السعوديه، وبعض الناس هتلاقيه اختار السعوديه وما اختارش فرقه افريقيه، لانه الفرقه الافريقيه في نفس الفتره بتلعب التصفيات بتاعتها في 14 فريق في تصفيات المنتخبات التي تلعبك في مصر. السبعه هتضاف ليهم مصر، هيبقوا ثمانيه هيلعبوا البطوله. حقيقي. طب بعديهم هيبقى في ماتشين مع الفرق اللي صاعده بس ما يكونوش في المجموعه بتاعتنا. فهو لازم يا اما هروح اختار فرق بعيد عن ال 14، يبقى اذا معنى كده هجيب مستوى قليل. تمام. طيب وده مش مطلوب يعني، لكن ان ال 14 فريق اللي هيصفوا مع بعض فيهم نيجيريا وفيهم غانا وفيهم الكاميرون وفيهم الجزائر وفيها المغرب وفيها الفرق الثقيله اللي احنا نتمنى نعمل معاهم مباراه وديه ان شاء الله. طيب الجزء الاخير يا استاذ دكتور جمال، وبتتكلم مع حضرتك على الموسم الجديد المسابقات، وحضرتك كنت لسه بتتكلم في جزئيه المسابقات والموسم الجديد والشؤون اليوميه لاتحاد الكوره في الفتره القادمه. تقنيه الفيديو ايضا من ضمن الملفات اللي طرحتوها في جلسه الامس والنهارده، حتى الاعلام كان يتكلم عليها. جلسه الامس فعلا الاستاذ عمرو الجنايني عرض على بيتكلم مع فيرون، بيقول له ان احنا عايزين تطبيق نظام الفار في عندنا في الدوري المصري، تكلفته قد ايه؟ تمام. وامكانيه تطبيقه. فابدا قلب باستعداد انه الفيفا على استعداد كامل لمساعدتنا، بحيث ان احنا يبعثوا لنا مندوب، اي المندوب ده طبعا انت عارف الحاجات دي كلها مرتبطه بشركات، هنشوف الاسعار بتاعتها قد ايه، طب هنوفر الفلوس دي بتاعتها منين، وفي نفس الوقت هو وعدنا انه ممكن يبعث لنا احد الخبراء في الجزئيه دي بحيث ان هو يدرب كم كبير لازم من ده ضروري ضروري عندنا كم كبير يتدربوا على تطبيق التقنيه، موضوع الاداره التحكيميه عن طريق الفار، لانه موضوع مش سهل، فلابد ان احنا نعد الكوادر الاول، وبعد ما نعد الكوادر ونعد الحاجات الاساسيه اللي هي الخامات والادوات والاجهزه المطلوبه، بعد كده نبدا ان شاء الله نسعى. احنا يمكن حتى في الحوار نحاول ان شاء الله، لو ما مش هنقدر نبدا طبعا الموسم، لكن نحاول ان احنا على بدايه الدور الثاني يا ريت نكون وصلنا لهذا للتطبيق. طيب استاذ محمد، احنا هنجتهد ونستفيد عند ربنا سبحانه وتعالى. طيب استاذ محمد صادق كان ليه سؤال واستفسار عند حضرتك، اتفضل يا استاذ محمد. اتفضل دكتور. اولا مبروك الثقه الكبيره في حضرتك امكانياتك، ودي مش جديده عليك اولا طبعا. الحاجه المهمه اللي عايز اسالها لحضرتك هو
انتوا داخل اللجنه الخماسيه بالتاكيد في ملفات كل واحد هو مسؤول عنها، يعني انا بعتقد ان انت اجدر من يتولى ملف المدربي المنتخبات بصفه عامه من طقطقه لسلام عليكم او من الف الى زت، من ايه الى زت. في ملفات ثانيه اخرى، هل تم التوافق فيما بينكم على توزيع هذه الملفات عشان يبقى في سهوله ويسر في العمل، ولا لسه الامور ما اتضحتش مين يمسك ملف التحكيم، مين يمسك ملف المدربين، مين يعني عايز اعرف القصه دي هتمشي ازاي؟ انا بشكر حضرتك على السؤال. كان عن يمكن انا في حوار مع الاستاذ عمرو الجناني امبارح والكابتن احمد عبد الله والدكتوره سحر، ان احنا قلنا في اول اجتماع لينا ان شاء الله يوم السبت بعد لقاء الوزير هيبقى في اجتماع هنحط فيه الاجنده اللي احنا هنمشي عليها، يعني لازم يكون في بلان وبعدين في اولويات وفي مهام زي ما قلت لحضرتك سريعه وفي مهام اوريدي هتاخد مننا وقت زي موضوع اللائحه. فان شاء الله في الجلسه دي هنبدا نحدد زي ما حضرتك تفضلت انه نحدد انه بعض الملفات في ضوء خبرات الموجودين ان احنا نقدر نوكل لكل حد من الموجودين في المجلس بعض المهام لمتابعتها من الالف لا ويعد التقارير بتاعتها ويعرض على مجلس الاداره، لكن الاتفاق الاساسي ان احنا نشتغل بشفافيه ونشتغل من خلال العمل الجماعي، ان احنا نقعد وفي ضوء القرار الجماعي اللي احنا نوصل له ان شاء الله نقدر ياخذ حيز التطبيق ان شاء الله. طيب دكتور جمال، برضو في لجان مشكله الفتره الاخيره قبل ما المجلس المؤقت كان يتم اعلانه رسميا من الاتحاد الدولي فيفا، رئيس لجنه حكام، رئيس لجنه مسابقات، رئيس لجنه شؤون اللاعبين. هل اللجان مستمره بنفس الهيكله ولا المجلس ممكن يكون عنده رؤيه فيتم بتغيير الفتره الجايه؟ شوف حضرتك، احنا طبعا بنحترم القرارات السابقه ودايما احنا اللي عايز يشتغل في نظام مؤسسي ما بيجيش يبدا من الصفر، دايما الواحد بيقول لتلامذته الطلبه في الجامعه انه البحث العلمي او العلم لا يبدا من فراغ ولكن يبدا من حيث ما انتهى اليه الاخرين. الزملاء اللي كانوا موجودين المجلس السابق الفتره اللي ادار فيها الكابتن ثروت سويلم في قرارات اتخذت، طب القرارات اللي دي كانت سليمه يبقى لابد ان احنا كلنا نحترمها، خلاص ده قرار سليم. طب القرار ده محتاج بعض التعديل او بعض الاضافات، يبقى احنا من حقنا ان شاء الله ان احنا نضيف او نعدل. تمام دكتور جمال، في النهايه انا بختم معاك يمكن بالامس طبعا والنهارده ودايما في كل كلامنا هنا في قناه النادي الاهلي كل الدعم والمسانده للاتحاد وللمنظومه في الفتره القادمه، الكل يهمه المصلحه العامه، النادي الاهلي يهمه المصلحه العامه، ويمكن قلنا هنحط الفتره القادمه مسؤوليات محدده للعداله. المسؤوليات دي اذا تنفذت بالتاكيد هتبقى اللجنه او المجلس ماشي بشكل محايد ما بيميلش لطرف على حساب طرف، واحنا دايما لما بنتكلم بقيم ومبادئ الاهللي ما بنقسمش المساله اهلي والزمالك خالص، بالعكس اطلاقا كل الدعم والمسانده ليكوا. لو الدوري هيستمر بشكل منتظم ما فيش تاجيل حاجه ممتازه، تقنيه الفيديو اتنفذت حاجه رائعه، كمان جزئيه تفعيل دور لجنه الانديه ورابطه الانديه المحترفه اذا اتعملت هيبقى حاجه ممتازه جدا، تطوير المسابقات والحكام كل ده اذا اتعمل بصراحه هيبقى كل الدعم والمسانده ليكوا، والفتره الجايه يبقى انتوا طبقتوا المسؤوليات المحدده للعداله واللي جاي هيكون افضل للكره المصريه. مظبوط؟ والله انا مع حضرتك في كل كلمه قلتها، ويمكن احنا الاستاذ عمرو الجناني في احد المداخلات انا 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 مصري وجاي ادير بشفافيه وبعدل ونزاهه ما بين كل الناس، واحنا مؤيدينه في هذا الراي تماما، وكلنا فعلا احنا ما عندناش حلوان في اللحظه دي لانه بنمثل مصر، يعني بنمثل مصر وبنمثل كره القدم المصريه. تمام. بنمثل جهه معينه، وبالتالي هتلاقينا حضرتك كلنا بنبكر في الصالح العام وما عندناش ضغوط، يعني ما عندناش ضغوط، فعشان كده نقدر ان شاء الله ناخد قراراتنا في صالح كره القدم المصريه ان شاء الله في المرحله اللي جايه. لكن اللي انا عايز اقول لحضرتك، انا واحد من الناس كراجل اشتغلت فني واشتغلت تحكيم ودخلت مجلس اداره الاتحاد قبل كده، لو المسابقات ما كانش فيها عدل وشفافيه ونزاهه الحاجات دي كلها في الاخر بتاثر على مين؟ اكثر انديه بتتاثر فيها. اكيد بتاثر فيها انديه الاهلي وانديه الزمالك وانديه الاسماعيلي والانديه اللي بتلعب بافريقيا اذا كانت بيراميدز ولا المقاصه بتتاثر بيها. طب الانديه دي لما بتتاثر ما المنتخب قوامه الاساسي من الانديه دي. تمام. يبقى اذا هيتاثر المنتخب القومي المصري، يبقى اذا تاثرت كره القدم المصريه، يبقى تاثر المجتمع المصري الكروي. فالكلام ده لازم ان شاء الله يكون فيه اجنده ثابته، مسابقات ثابته عشان تقدر المدير الفني يعمل فتره اعداد، عشان ومفيش تاجيل لاي نادي بعينه ولا اي سبب من الاسباب. بالظبط بالظبط. التاجيلات التاجيلات يا استاذ محمد، عارف حضرتك التاجيلات اضرت بمين اكثر الانديه اضرت فيها؟ ما اضرت في الاخر انه كمل الاصابات بالمنتخب والزمالك اللي هم بيلعبوا بطولات افريقيا بيوصلوا النهائي، الدوري اصبح بينهي دوري
وبيدخل في الدوري الثاني من غير مرحله انتقاليه، من غير فتره راحه، وفي العلم مش مفيش حاجه في الدنيا تمام. انك انت تشتغل بصفه مستمره، ده ربنا سبحانه وتعالى اوجد الليل والنهار واوجد التعب والراحه، فمش معقوله يعني لعيب يشتغل كماشين كمكنه لمده موسم كامل 12 شهر من غير ما يريح. فالكلام ده ضد الطبيعه البشريه حتى، فلابد ان احنا انتظام المسابقات هيساعدنا ان احنا ندي فرصه للمدربين يحطوا برامجهم على اسلوب علمي. دكتور جمال محمد علي، انا بشكرك شكرا جزيلا، والفترة القادمة ربنا معاكم وتشتغلوا لصالح الكرة المصرية، وبالتأكيد الكل هيكون في ظهركم عشان كلنا بيهمنا الصالح العام للكرة المصرية. شكرا جزيلا دكتور جمال محمد علي، نائب رئيس المجلس المؤقت لاتحاد الكرة المصري.